وحشتوني جدا وسعيده ومبسوطه ان انا معاكم النهارده. هنتكلم عن ايه النهارده يا ستات؟ هنتكلم عن ان احنا مظلومين. احنا شايفين دايما ان حقنا نصه مش موجود، وخايفين من صورتنا قدام المجتمع، وخايفين على حاجات كتير قوي، خايفين من كلام الناس، وخايفين الناس يقولوا علينا كذا وكذا وكذا. غير كده ان احنا بنتربى اصلا في بيتنا انه ما ينفعش ان انا اتاخر، وما ينفعش ان انا اشتغل شغلانه معينه، وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش ان انا اسافر اعيش لوحدي في بلد تانية علشان الناس هيقولوا علينا ايه، واحنا كمان اصلا هنخاف عليكي. فاحنا دايما حاسين ان نص الحياه كده مش بتاعتنا، احنا سايبين نص حقنا كده للرجاله، هم يسافروا المكان اللي هم عاوزينه، يرجعوا الوقت اللي هم عاوزينه، وكمان يشتغلوا الشغلانه اللي بيحبوها. اما احنا لا، ما ينفعش، بنفكر مليون مره، وساعات يعني ممكن ستات كتير تعيش وتموت للاسف وهي ما حققتش ولا ربع اللي كانت بتحلم بيه، بتفضل الاحلام في خيالنا وبس. اما الفنانه اللي هتنورنا النهارده انا مبسوطه وسعيده بيها جدا، هي قدرت تحقق حلمها وقدرت تسيب بلدها وتيجي بلد تانية وتشتغل في مجال، يعني هو مجال صعب يعني حقيقي، المجال الفني والوسط الفني مش سهل ان انت تعمل اسم فيه وتكبر بسرعة. النهاردة هتنورنا وحنعرف منها كل التفاصيل دي الفنانة جيهان خليل، علشان نعرف يا ستات قدرت ازاي تاخد حقها تالت ومتلت. رجعنا لكم تاني علشان نبتدي اول فقره في حلقتنا مع الفنانه الجميله جيهان خليل، وانا مبسوطه ان هي النهارده هتدي نصايح كتير للستات، وهنقهر احمد ان شاء الله. بعدكم ده بعدكم انتوا الاثنين ومنورانا ومبسوطين قوي ان انت معانا النهارده. ميرسي، انا مبسوطه اكتر والله. قولي لنا بقى، احنا قبل الحلقه كنا بنتكلم على ان الستات دايما عايشين في دور المظلومين الغلبانين اللي مش قادرين فعلا نحقق احلامنا، والمجتمع يعني مثلا خلينا نقول 80% بيقف عائق ما بيننا وما بين احلامنا. الرجاله دايما شايفه ان احنا بنقول اي كلام وخلاص، ان الستات بتعمل كل حاجه وعايشه حياه مرفهه ومش عاجبهم العجب. انت شايفه انه الست في المغرب فعلا مش واخده حقوقها كامله؟ هو الست عموما في اي مكان، انا وجهه نظري انه في فعلا ستات مقهوره وعندها ظروف صعبه، بس ده جزء من المجتمع. جزء الاكبر انا شايف انهم حتى لو كانت القوانين لسه ما اتعدلتش وبقت يعني في مساواه وحاجات دي، حتى لو كان في قهر شويه من الراجل، بس بتلاقي يعني نسميها خطوط انفلات، يعني بتلاقي طرق تانية تحقق اللي هي عايزاه، سواء من جوه البيت ولا من بره البيت. يعني انت انفلتتي من الظروف دي انت قدرتي تطلعي من المغرب وقدرتي ان انت تيجي مصر وتشتغلي مهنه كمان يمكن في بيوت عربيه كتير بيمنعوا البنت تمثل، ممنوع. وفي بيتنا برضو انا بقالي سنين درست التمثيل وكل حاجه، وكان بالنسبه لي ممنوع ان اشتغله بشكل بروفيشنال. ممكن اروح اعمله كهوايه، اروح اعمل شويه مسرح كده ارجعي لدروسك، بس مش بشكل بروفيشنال. وانا كمان نفسي يعني بيت عربي شبه كل البيوت العربيه، يعني سواء في المغرب او في مصر. بس انا عملت ايه؟ قلت له ماشي يا بابا، عايز ايه؟ عايز اكمل دراستي ليسانس وماجستير واعمل لك كل اللي انت عايزه. وعملت كل اللي هو عايزه، اشتغلت ودرست ووصلت لخمس سنه دكتوراه في فلسفه وعملت كل اللي هو عايزه. خلاص تمام؟ حلو جميل. دلوقتي وقتي هو كده كده. خلينا نكون متفقين على حاجه مبدئيا، يعني انا سمعت كده يعني وانت بدايه في الكلام شكلك كده عندك وجهه نظر كده وفي فلسفه خاصه كده بموضوع الستات والوطن والعربي وبلدك وغيره. طيب مش انت لسه دلوقتي شايفه كده ان انت عملتي البابا اللي هو عايزه؟ مش بابا ده يعني راجل يعني؟ راجل يعني ولا يعني 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 عملتي البابا اللي هو عايزه ليه يا جيهان؟ ايه السبب؟ بابا بس بابا ولا عشان مصلحتك؟ لا لا لا، عشان بابا، عشان بابا عزيز عليا. لو ماما برضو كان عندها مثلا حلم او حاجه نفسها فيها، ما هم لهم فضل عليا، فلازم مش عشان الراجل يعني، بس عشان بابا. لا عشان طبيعي. انا بس لاحظت ان انت بتقولي الستات والقهر، هو الموضوع مش موضوع قهر، هو مفيش كلمه قهر، هو في عايز لك مصلحتك، عايز لا 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 بس هقول لك على حاجه، خايف عليك. لا 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 اسمعني بس هو بيخاف عليكي الفتره دي، اهم فتره في حياتك، ما فتره الجامعه لما انا ابقى بتمنى ان انا ادرس حاجه وانا عندي مثلا 20 سنه و19 سنه وهخلص وانا عندي 21 سنه،
انا داخله اشتغل بقى من ال 21 لل 28، دي اهم 8 سنين في حياتنا كلنا. لما انا اقول لبنتي لا ادرسي بقى الحاجه اللي انا نفسي فيها الاول تمام، وبعد كده اشتغلي الحاجه دي، ولما تلاقي نفسك ان انت فشلتي فيها او نجحتي بس مش حاسه ان انت سعيده، فتبتدي تعملي شيفت كارير لكل حاجه، تبتدي من الصفر. يعني انت عملتي كل ده ودرستي واشتغلتي مدرسه متهيألي صح؟ اه صح ده حقيقي. قعدتي كام سنه؟ ست سنين. ست سنين انا اول ما خدت الليسانس اشتغلت ست سنين بعديها. في الست سنين دي كنت بخلص الماجستير والدكتوراه. خلصت الست سنين كنت خلاص خدت اللقب بتاع البرنامج وابتديت دكتوراه. دكتوراه في الفلسفه، انا عرفت انك كنت بتحضري الدكتوراه في الفلسفه. ده حقيقي. عشان كده انا جاي النهارده ومحضر نفسي. هنتكلم عن الفلسفه. اه انا جاي محضر نفسك جامد. انا جاي النهارده كده ايه يعني، حاسس ان احنا هنتكلم كلام كبير بقى في فلسفه خاصه كده خالص. لا والله. لو لا عاوز اقول لك، قبل الحلقه قعد يقول لي ايه، وانتوا عندكم اعياد كتير قوي، عندكم عيد ام وعيد للمراه وعيد للعنف ضد المراه، واحنا ما عندناش ولا عيد خالص. لا هو عيد واحد بس، عيد العمال. بنشتغل في المراه برضه. في المراه بيشتغلوا في المصانع. العيد الوحيد يعني بالنسبه. لا انا مش بشوف الموضوع كده. انت لما خدتي القرار بقى ان انت هتروحي مسابقه عرب كاستنج، والدك قال لك ايه؟ هتسافري بقى وهتروحي لبنان و عادي تمام؟ كان هو بابا قلت له انا هروح لبنان اسبوعين انا وصاحبتي، وكان عارفها كويس، هنقدم على المسابقه واكيد هيرفضونا. فاحنا يعني هو فسحه بسيطه كده، ويعني مع مكان امن وقناه معروفه وكده وهنرجع. فكان انت كنت مصدقه كده ولا كنت بتحطي خطه؟ لا كنت حاطه يعني 80 لا 80% انه كده فعلا انه هيبقى كويس ازاي يعني. لا انه رايحه يعني اشوف النجوم واعمل المشهد ده وارجع بيتنا. اه بس بكل صدق بكل صدق يعني بصراحه، مش عشان حاجه، بس بحاول يعني هم هيكسبوني ليه؟ انا يعني عمري ما يعني مش فاهمه الموضوع ايه، مش هيكسبوني. طيب انت دخلتي التجربه وتقريبا يعني ما شاء الله استفدتي منها جدا يعني وفزتي طيب انت بتنصحي بيها ناس في بدايه حياتهم كفنانين يبتدوا بحاجه زي كده من خلال البرامج زي كده؟ هي بتوفر عليك طريق طويل. انا الطريق الطويل ده مشيته في المغرب يعني انا رحت وعملت مسرح 10 سنين. انا ملك كان عمري 14 سنه، انا كنت في فرقه مسرحيه يعني احترافيه، قعدت بعدي 10 سنين بعمل مسرح ولا اي حاجه حصلت، عملت افلام روايه قصيره والتخرج والمعهد ولا اي حاجه حصلت، درست المسرح ولا اي حاجه حصلت. كل دي كانت خبره. عملت كل الحاجات اللي بيقولوا عليها لازم تعملي، خدي خبره في المسرح. انت كان ليكي تصريح بتقولي ان دايما علشان تشتغلي في الميديا لازم يبقى ليكي اصدقاء ومعارف علشان تقدري ان انت تشتغلي فيها، وقلتي حتى في المغرب ده بيحصل يعني في كل العالم. ده في امريكا كل ما كنت ذكيه اجتماعيا بتوصلي بسرعه. في امريكا مش في مصر والمغرب. لا ده في كل حته. وشفته ده، شفته في كل مكان، شفته في المغرب وشفته في مصر وشفته في بلاد تانية. ده عشان كده المسابقه خدت مثلا 50% من الطريق. انا مش ذكيه اجتماعيا. لا يعني انا دايما اللي بيبقى مش اجتماعية؟ لا لا مش اجتماعيه ومش ذكيه اجتماعيا خالص خالص. علاقاتك محدوده؟ لا انا نفسي يبقى عندي اصدقاء وناس كتير وكل حاجه، بس انا مش ما عنديش اللي هي مش ما عنديش الذكاء الاجتماعي اللي هو نقعد كده احافظ بقى على فاعمل علاقات كده وبعد كده نحافظ عليها واستفيد منها بعدين. مش شاطره في ده. يا ريت كنت مع ان انت في مصر على فكره ده من احسن البلاد اللي تقدري تعملي فيها في اصحاب اجتماعي بسرعه جدا. انا مش شاطره في ده يعني. انا عشان كده دايما كنت شاطره في الدراسه، بس غير الدراسه لا. طب انا هسالك سؤال، فالمسابقه ساعدتني. هيبقى مبسوط بيه قوي، هيقعد بقى هياخده ويفتح مليون موضوع. لازم بقى. بتخافي من صداقه الستات؟ الله اكبر خالص. ده دي احلى حاجه في الدنيا. ده احلى سؤال على فكره يا دعاء، انا بديكي شابوه على السؤال. اتفضلي. لا صداقه الستات يعني انا تبقى صديقتي المقربه ست؟ لا يبقى عندك بالظبط. لا انا ماي بيست فريند صديقتي المقربه جدا بنت تونسيه صديقتي في المجال. لا من كتير، من ان هم يبقوا كتير. اكيد كل واحده مننا عندها انتيمه صاحبتها. لا من انه يبقى عندك صداقات من الستات كتير، ما تخافوش يتكلموا عليكي نفسنوا عليكي. لا 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 انا وجهه النظر بتاعت انه الستات، انا اولا في شغلي من اول ما ابتديت اشتغل في مصر ما تعرضتش، نادرا لما اتعرض اللي هو ادخل مكان واشتغل ومثلا النجمه الفلانيه ولا فلانه تنفسن مني لا 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 خالص. انا بيحذروني وانا داخله، خدي بالك فلانه، خدي بالك كذا. بس لما بشتغل ما بيحصلش ده. ممكن الواحد في الاول بيبقى خايف او لا او عنده فكره مسبقه، والله ده بجد قليل قوي لما الاقي حد بيتصرف بطريقه غريبه.
بس غالبا يعني ما تعرضتيش قبل كده في اي فتره من فترات حياتك او اي مرحله لان واحده صاحبتك استغلت طيبتك جدعنتك استغلت انك مش ذكيه اجتماعيا في ان هي بوظت علاقه بينك وبين حد او تدخلت فيما لا يعنيها عملت معاكي موضوع وداكي لمشكله معينه او كده حاجات بسيطه مش الموضوع مش بشكل كبير وما عملكيش عقده يعني لا خالص انا مش بالعكس انا اغلب الناس اللي ساعدوني وقفوا جنبي وعملوا لي حاجات كتير كانوا ستات مش شايفه ده خالص انا لا عاوزه اسالها سؤال خبيث تاني اديني سؤال تاني كده ليه علاقه كده الاشاعات طلعوا اشاعه ان انت على خلاف مع الفنانه الجميله اللي بنحييها غاده عبد الرازق وقالوا ان انتوا ان هي يعني حصل مشكله في التصوير اثناء التصوير وانه علاقتكم ما بقتش زي الاول انا نفسي اعرف ما كيت ستات اللي قالوا مش منين ما هو ده ما هو ده اللي بتكلم فيه انا كنت في مسابقه عرب كاستنج والفنانه غاده عبد الرازق كانت في لجنه التحكيم هي وثلاثه نجوم مهمين جدا هم اللي اختاروني عشان افوز وكان اول مسلسل ليكي معاها وبعد كده المنتجه مها سليم اختارتني عشان اكون في بطوله بعد الفنانه غاده عبد الرازق واستشارتها في ده ووافقت وكنت معاها في مسلسلها وعاملوني باحسن معامله وبعد كده الناس تطلع اشاعه زي دي عيب صراحه اعداء النجاح لا ما حصلش ممكن هم عارف بيحصل ايه بيتوقعوا اللي هو باين عشان كذا ما مثلتش معاها تاني لا مش بالضروره يعني انا كنت اول سنه مع غاده عبد الرازق تاني سنه كنت مع هاني سلامه يعني مش بالضروره وهنفضل نمثل مع بعض طول الوقت لا صح سؤال بقى مهم جدا انا حابب ان انا اساله بما ان حضرتك ست وانت اشتغلتي مع الفنان الجميل ماجد المصري انا بحييه لان انا بحبه جدا الفنان ده الضرب اللي اتضربتيه ده الضرب العلقه اللي اكلتيها دي بجد كان ضرب يعني ماجد المصري ايه اللي حصل فعلا شدني من شعري هو بيبقى فيه تكنيك شويه عشان يعني اني ماسكه مثلا شويه في ايده عشان الشد ما يبقاش كله من الشعر بيبقاش تكنيك بسيط وبنعمل بروفا طبعا بس حقيقي بس هو فنان في الضرب هو انفعل مثلا شويه واداني ضربه كده في النص كده وقال لي سوري بيحصل مش بس كده يعني ده حصل في لما كنت بصور الخنكه وحصل كمان دلوقتي وانا بصور ورا الشمس اللي هو بقى اسمه ابواب الشك مع الفنان خالد سليم طبعا انا بحبه جدا وانا بموت فيه عمرنا حصل اكتر من كده بكتير كمان يعني احنا هنتفرج على اللي جاي انت شوف بقى هي كاتبه ايه للرجاله انا متهيألي الكلام اللي انت كنت كاتباه عندك على انستجرام تقريبا او العدد مش كاتب هي كاتباه فين بس كاتبين على السوشيال ميديا قلتي الناس كده كده هتتكلم عليكي نحيفة سمينة كيربي طويلة قصيرة البسي كعب وحشة بمكياج من غير مكياج حواجبك تخينة شليها حرام ما تبقيش قوية عشان الرجالة بتحب الست الضعيفة دوري على عريس لا مش هتلاقيه امال هتتجوزي امتى طيب دايرة على حل شعرها طبعا عشان الجواز سنه اتأخر يعني الحب ولا الفلوس لا هيقولوا لك الفلوس كتبتي الكلام ده للرجالة ولا للستات ولا للمجتمع انا كتبت الكلام ده اللي بسمعه مش بس انا وصحباتي والناس ان حتى هنا كتبت على البنات اللي مطلقات والارامل واللي لسه بقى صغيره قوي فبيزنوا عليها عشان تتجوز واللي مثلا جامعيه او في اواخر العشرينات فايه ده ما اتجوزتيش ليه انت عيني يعني هاروني والله الضغط ده ضغط اللي هو اعمل يعني انا مش لاحقه طب ثواني يا جماعه لا ما هو عايزين حاجه لا ما ده احنا خلينا نكون متفقين على يعني ده للمجتمع مش للراجل عشان هي ما جاوبتش لا مش الراجل او للست ده كتبته للفانز عندي بقول لهم ارموا الحاجات ورا ظهركم واعملوا اللي نفسكم فيه خلاص ما ممكن اقول لك بس حاجه يعني احنا كتير قوي بنشوف فنانين يعني انت فنانه اكيد عندك فانز كتير جدا وبيتابعوا كلامك وبيشوفوا كلامك وبيصدقوا لما تيجي انت تقولي كلمه زي دي للناس ما انت برضو وراكي ناس كتير جدا ايوه اللي يصلح معاهم واللي لا يصلح يعني في واحده بقى معلش مثلا متجوزه واحد او بتحب واحد او مخطوبه لواحد يقبل انه يعرف الفلسفه دي او يقبل بيها في واحد لا فلسفه ايه بالظبط يعني دي نوع من انواع الفلسفه النسائيه ان هي ما تسمع ان مثلا الست ما تسمعش كلام المجتمع او الرجاله ما تخافش منهم انا هنا بتكلم حتى اللي هو لو انت قاعده في البيت بقول كده قاعده في البيت متجوزه مبسوطه يقول لك
ايه ده ما اشتغلتيش ما عملتيش حاجه انت ولا انا بتكلم على كل فئات حتى اللي هي قاعده في البيت ومبسوطه مع جوزها او مش عايزه تشتغل الناس تقول لها اه يا حرام ما عملتش حاجه راحت اشتغلت اه طبعا مقصره في بيتها طب اعمل ايه انتوا عايزين ايه ما كله جايب لك صندوق معايا كده في شويه حاجات حلوه جميله هنطلع الحاجات دي هنقول لك اسمها بالمصري هي بقى تقول لك اسمها بالمصري وانت قولي لي اسمها بالمغربي على فكره يا جماعه بالمغربي الحاجات دي ليها اسم تاني خالص ومعنى تاني خالص يلا بينا هنشوف بقى فكره كوميديه بقى فكره الحيوي سؤال بقى دي اسمها ايه عندنا يا دعاء مخده بس هيتريقوا عليا دي اسمها ايه عندكم يا جيهان كذا اسم في اماكن بيقولوا مخده وفي يعني نفس الكلمه بس بطريقه سكون عليها سكون بس مخدة. هي اغلبيه المناطق عندنا بيقولها وساده وساده زي الوساده الخليه عندنا برده وساده عشان ضهري وجعني والله فلتت من الاولانيه هات وساده طب بالنسبه لدي يا دعاء اسمها ايه شماعه ها علاقه من التعليق علاقه طب علاقة. شماعه جايه من ايه من التشميع اسالني اسئله دلوقتي مش عارف ارد عليها انا عايز اقول لك على حاجه الفنان الجميل محمد هنيدي في فيلم عنتر ابن شداد قال كفايه قاف انت القاف كفايه قاف لا قالت لك شماعه جايه منين مش كل هي قالت لي شماعه جايه منين طب استني بس ده مخرج قال لي كلمه غريبه بس دي بقى اسم غريب قوي دي عندنا اسمها ايه طماط وفي أوطة. الوطن العربي كله اسمها يا طماطم يا قوطه اسمها ايه عندكم مطيشه دي مطيشة. تحسي كده ان تاكل مطيشه النهارده انا حاسس ان انا بتحب المطيشه مش عارف بصراحه عشان اللهجه المغربي فيها شويه فرنش على انت عارفه عشان انتوا كمان وفي عربي كتير على شويه امازيغي فعشان كده بقول لك ايه زي مثلا المصري غير انه في شويه انجلش في شويه تركي كمان وفي فرنش كمان دي اسمها ايه كوبايه لا ده مش كوبايه بالنسبه لنا ده كاس كاس ده كاس كل الكوبايات خلي بالك الكلمه ممكن تغير المعنى فاهمه لا بس احنا مش هو ده المعنى المعنى انها كوبايه كاس يعني كوبايه كاس انا بقول بقى كده يعني جايه من اللغه تاني. العربيه في حاجه انا في حاجه يعني نفسي. نفس انا في حاجه كده نفسها ايه دي يا دعاء فلفل يا جماعه فلفله ايه سمعتي بقى فلفله انا حبيت المغرب يا جماعه خدوني على هنا لما انا اصحى الصبح الاقي حد بيقول لي فلفله دي انا يعني صراحه هي نفس الفلفل بس الطريقه تاكل طريقه النطق يعني كده هات لنا حاجه دلوع لا ده في بقى ايه ده في حاجه جامده قوي هات لنا طب دي نضاره دي ايه دي نضاره ندادر ايه النبي حد يجيب لي ندادر ندادر ايه ندادر يعني ندادر هي جايه يعني؟ مظبوطه هي من من النضاره بس هما يعني اتنين لما يعني احب اعسفك بقى وانت تنسى بعد حلقتين ثلاثه ندادر مين حاضر اقول لك حاضر يعني مع اليونات يعني عشان في عدستين فهي ندادر مش نضاره مش بتبص بعين واحده اتنين ايوه صح بس عليك سؤال بجد منطقي بجد والله انتوا جوه المغرب يعني انتوا جوه المغرب بتفهموا بعض بسرعه دي لا دي مش لغه انت عارفه ان دي مش لغه دي اسمها لكنه لكنه ما زي مصري لكنه صح احيانا تونسي مصري مغربي يعني انت طيب هات لنا حاجه ثانيه عشان المخرج بيقول الوقت خلص الوقت خلص والله ده احنا قدامنا ايه ده ياما في الجراب النهارده طب ناخد اتنين نتعلموا مغربي اتنين دي ايه دي بقى شوكه فرشيطه اكلني بالفرشيطه والله بقول لك ايه جايه من الفرنش من فوخشات جايه من الفرنش فوخشات ففرشيطه طبعا على رايك الستات المصريين ممكن دلوقتي يقعدوا يقول لك هات لي الفرشيطه جوزها يقول لا ايه اللي انت بتقوليه لا اكلني بالفرشيطه اكلني بالفرشيطه الفرشيطه بتاعتها حاجه ثانيه بصراحه طب دي ايه دي يا دعاء معلقه مع القاف نفس بالقاف هي بالقاف انا هقول لك انا هستكفى بالكم احنا نروح للمطبخ هتطبخي النهارده هتطبخي لنا ايه لا نروح هناك ونشوف يلا بينا يلا بينا فاصل ونرجع لكم في المطبخ رجعنا لكم تاني عشان نبتدي فقره المطبخ وانا بجد متحمسه جدا ان جيهان شكلها بتطبخ جامد قوي واصناف كتير وهنشوف احمد بقى في الاخر الاكل هيعجبه ولا لا ربنا يستر يعني هو مش قوي بس لا ان شاء الله هيعجبه بحب المطبخ بس مش يعني مش طب هتطبخ لنا ايه اول حاجه هنعمل يعني فراخ بالبطاطس أوكي. حاجه كده هي المفروض ما بتتعملش كده هي بتتعمل بفرخه كامله وبطاطس بس عشان الوقت احنا يعني كميات صغيره كميات صغيره طيب عشان الناس يكتبوا ورانا فراخ
فراخ فراخ صدور فراخ صدور فراخ مخليه ايوه وبصل وكزبره وبقدونس بطاطس مربعات ثوم ملح ملح وفلفل لا فلفل طبعا وكركم وزعفران وفلفل للتزيين وليمونه مخلل وكمان زيتون مخلل وزيت زيتون وزيت نباتي كده اوكي تمام دي اول اكله جميل طيب بصي ايه رايك عشان الناس ما تتلخبطش نعمل دي وبعد كده نخش على بعض شفت بقى بس دلوقتي احنا قلنا المقادير بقى جيهان بالمصري نقولها بقى بالمغربي وانت بتعمليها بقى ماشي ماشي كده حط انا هشغل لك البوتاجاز دلوقتي نشغل الاثنين اللجنه المغربيه في الاكل يا جماعه حاجه ثانيه خالص هتسمعوا كلام غريب هتسمعوا طماطم مش غريب هو مش غريب خالص احنا قلنا الطماطم اسمها ايه مطيشه هتاكل مطيشه النهارده هاكل لا هي مطيشه معلش ما فيش حاجه اسمها مطيشه لا هي مطيشه لا هي مطيشه كثافتك والحمد لله يا ربي لو سمحت اسمها مطيشه مطيشة ايه؟ ده كده ماتش كورة مطيشة لو سمحت مطيشة يعني انت جاي اشتغلي ايه؟ ايوه بقى اضحك وانا مطيشة لا انت نطقتها حاجة خالص مالهاش علاقة بينا اتفضلي ارجع تاني للسكريبت هنرجع دلوقتي نخش في ده ايه ده بصل؟ اه بالمغربي؟ بصلة بصلة هنحط البصلة؟ بصلة لا انا اجيب لك معلقة ماشي حط البصلة بصي مفيش حاجات كتير مختلفة هو حاجات قليلة قوي جيب لي بصلة لا 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 اسمعيها منها بقى ايوه يا جيهان اتفضلي لا مش هقول عشان انا قلت له مش هقول وهي بتتكلم الفرصة دي تحس ان انا بكلم الصعيد انا كأني كده الكلام بيطلع مزاجك بصلة بصلة هات لي بقى 2 كيلو بصلة وانت جاي والنبي انا اصلا وحشني اسمع المغربي بقالي سنتين ما بسمعش مغربي خالص الا شويه مثلا ماما ليه ما احنا عندنا هنا لو حبيت اسمع مغربي اسمع مغربي فين؟ مامتك مش بتكلمك مغربي؟ شويه بتكلمني بس انا في بشوف ماما فين؟ تصوير من تصوير لتصوير اروح انام مفيش حد من اصدقائك خالص هنا في مصر؟ مغاربه لا خالص خالص؟ لا خالص هي دي بقى طيب دلوقتي بنحط ايه؟ دلوقتي البصل هيتشوح؟ لا البصلة البصلة هتتشوح يعني ايه هتتشوح؟ مقلاة مشوحها بالمغرب بالمغربي هنقلي البصله لا ما نقليها يعني نقليها يا سلام عملت تقول كلام غلط ثاني بصي ما تتكوش احنا كده نقليها نقلي البصله على بعضها يا جيهان ده بعدين نقلي البصله ونحطوا عليها دجاج يا سلام تسقيفه كبيره قوي للبصله مش عارفه الدجاج دي طالعه صعبه الدجاج عشان تعرفوا مجهود لا ده مجهود بتكلم مصري مغربي تونسي لبناني لا لا تحية كبيرة أنا بحييك لا لا بالك أنت إن كل الفنانين جايين بقى على أساس إن ده مطبخي وأنا فاهمة بقى فيه في المطبخ مع دودي لا 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 بس شطورة والله عمالة بعلي أهو من غيرها هعمل إيه؟ دي هتبقى أحسن أيوه بس هي على فكرة ابتدت تتش اسمها تتش تتش حلو قوي حلو قوي ليه تمتش كده جميل جميل يلا يا جيهان قول لنا بقى باللبناني كده انا مش عايزهم يزعلوا مني طب قول لي مثلا هقلب البصل خلينا بس في مصر والمغرب حقيقي مصر والمغرب اتفضلي يلا هنعمل ايه دلوقتي خلينا عشان الطبخه المخرج بيقول لي نشرح الطبخه دلوقتي بنحط الفراخ على البصله كلها طبعا انا مش شامم حاجه يا جماعه مش شامم حاجه لحد دلوقتي انت عندك برد النهارده لا انا ما عنديش انا عايز اشم حاجه انا شامه ريحه البصل فاهم ده خشيشي زي لو سمحتوا شمموني كده بتعملوا ايه عشان اطمن ايوه والله دعاء انت اتعلمتي الطبخ في انا اتعلمت طبعا امي بتقعد تقول لي بقى ايه انا عاوزه بقى الاكله اللي كانت الحلقه اللي فاتت اللي مش عارفه التونسيه بص لها كده ولا صباح الخير فين النسكافيه يا ناديه لكن انا عايز اقول لك اساسا يا دعاء ان انا الوحيد اللي جربت اجرب اكلك قبل ما تتعلمي الاكل مع الفنانين لا حول الله يا رب لا حول الله على المره اللي طبخت له فيها كانت مره سودة مكرونه ما بتتاكلش والله بيقول لك اي كلام انا انت ما بتشجعش على فكره انت ما بتشجعش انا معاكي الرجال اللي زيك هم اللي خلوا الستات يقولوا احنا مش عايزين نطبخ تاني نخش المطبخ تاني نخش المطبخ تاني وانا السبب انا السبب ان انتوا عايزين تسيبوا المطبخ وانا السبب في كل الكلام ده هيعلى اكتر يلا شور شور ان شاء الله ده ايه اللي بتحطيه يا جيهان ده بقدونس هحط كزبره كمان تمام
قولي لي بقى انت ايه اكتر اكله بتحبي تطبخيها غير الاثنين دول؟ لا انا بقى بحب اطبخ حاجه اسمها البسطيله المغربي. البسطيله دي بموت فيها، بس هي لازم بورق جلاش كده وسمك وجمبري وكاليماري. اكله صعبه يعني؟ لا مش صعبه، سهله جدا بس هي بتاخد وقت شويه. فانتوا عندكم في المغرب كده لما يحبوا يختبروا واحده في المطبخ تعمل ايه؟ يعني احنا عندنا يقول لك محشي دي. مثلا صينيه، انتوا ايه يعني كسكس. ايه الاكله؟ لا في حاجه بسيطه اللي هي زي الفطير المشلتت اسمها رغايف او مسمن. دي زي فطير مشلتت بيعملها واحده شاطره مثلا يعني بتعمل عجين طب والكسكس الناس كتير بيقولوا برضو انه تبقى شاطره لو هي تعمله في البيت. تعمله في البيت لا احنا مش بنفتله في البيت، مفيش حد ده زمان بقى، ده زمان بقى ايام الستات وبنعمله يعني قليل قوي بس طعمه خطير. ممكن انا بحبه باللحمه وفي منه انواع بالخضار ده حاجات فظيعه. الاكله المفضله حاجات كده لو عرفتيها ان شاء الله تبقى حط توم بالظبط توم في المشمش. نرجع مره ثانيه ونقول بنحط توم. انت ليه قلبت على مش عارف مره واحده هقول لك الشيف جه تعليق المباراه بس في مباراه شغاله هنا. نرجع مره ثانيه. انت بقى مع الاكل ده ازاي بتحافظي على جسمك انك ما تتخنيش؟ على فكره انا مش لا بس برضو انت جسمك خالص يعني تمام الحمد لله كيرفي كده وفي حاجات يا جماعه في انوثه بتتكلم برضو كل ما اقول لحد معانا جيهان خليل المزه المزه لا انا مش حريصه قوي على يعني انه ابقى مش عارفه ايه. انا حسيت ان الناس حبتني كده زي ما انا على طبيعتي فبس لا انا مع ان الواحد يحافظ طبعا على اكله وياكل اكل صحي ويعمل كل الحاجات مظبوطه. بتلعبي رياضه؟ كنت انا كنت بطلت المغرب في الكاراتيه والجمباز الايقاعي زمان بقى. جمباز انت سالت المره اللي فاتت بتلعبي جمباز ولا فعلا عملتي جمباز ايقاعي؟ ايه ده في ناس بتلعب جمبازه وما انتوا زعلتوا ليه؟ ايقاعي لا انا ما سمعتش عن الايقاعي ده حاجه بين العادي والايقاعي. عارفه في الاولمبياد بيبقى فيه اللي هم ايوه بالشريطه وبالكوره وبال يعني هم دول. انا كنت بالشريطه. كنتي بطله لحد سنه كام يعني مثلا؟ بطلت كازابلانكا كنت في الجماعي وفي الفردي كذا مره يعني ده 16 سنه و15 سنه كده يعني لما كنت في اعدادي وبدايه ثانوي. لا وانا سمعت كمان ان هي كانت دحيحه ان الناس لا باين بتقول لك دكتوره وعملت دكتوراه في الفلسفه وكانت ايوه كانت بتقول ان الرجاله كمان بينفسنوا عليها دايما عشان هي كانت شاطره دايما زمايلها كانوا بينفسنوا عليها. بجد الكلام ده؟ انا ستات ولا مره حسيت انه رجاله ما بحبكش تبقى المركز الاول. الله. هو لازم يبقى الاول وانت تبقى الثاني الثالث بس البنات لا خالص. في امر واقع في حاجه اسمها امر الواقع. بس كنت بطلع الاولى اعمل ايه؟ ما عنديش كنت بطلع الاول على فكره. اعمل ايه؟ لا امتى انا عارفاك من صغري؟ لا في فتره من صغري ان هو هدمرك وخلاص واخد بالك كده. طب انا اللي عارفك من صغرك على فكره. حطينا يعني الفكره بقى الزعفران ده زعفران عشان في حاجتين فاتوا كركم وزعفران وزعفران معلقه معلقه او حسب المقادير بس هنا معلقه معلقه تمام. حطينا الكركم وزعفران كركم على كل شيء. طيب واحنا دلوقتي هي ابتدت تتشوح جامد وعاوزه اقول لك الريحه ده ما انت مش ما شميتش لحد دلوقتي. لا لا هي شكلها على فكره يا جماعه بجد تحفه يعني. لا تحفه شكلها حلو. لا شميت ولا والله مش شامم عندي برد النهارده. لا انت واخده الريحه كلها لوحدك على الهي تيجي تقلب عشان البصل يخليك تعيط كده قدام لما الممور. يجي لما يجي ضيف كده عندنا راجل هخش معاه المطبخ وهعمل لك بصل. ماشي ده فلفل اسود اوكي نحط ملح اخر حاجه قبل ما نحط البطاطس. على فكره كل الرجاله اللي بتطبخ اخرها تيجي بتعمل بيض. طيب احنا عبال ما الفراخ تتشوح شويه ممكن نبتدي هنبتدي نعمل الاكله الثانيه بس نحط البطاطس ونقفل عليها يعني مش لازم الفراخ تستوي قوي علشان نحط شكلها حلو يا جماعه شكلها حلو قوي. الطبخه اللي هنا شكلها حلو قوي مش ممكن. المخرج اكيد جايب من فوق كده الموضوع التصاوير والحاجات وانا دايما لما ابص على الكاميرا اللي فوق يقول لي بتصطادي سمك فعلا. دي بقى ايه؟ بطاطس. طب البطاطس هتحط هنا زي ما هي كده؟ اوكي انا مش شايف اي ميه اي حاجه. هنحط ميه. هتحطي لما انا ما فهمتش السؤال بقى هتتحط نيه قلت هي لازم تستوي ما هي احنا هنسويها فعلا. انت اكتشفتي اكتشاف رهيب. ما انا يا بنتي سؤالك الرهيب ما انا راجل ما بفهمش ده ايه. انا اخش المطبخ افهم ده بيتحط له ايه ليه بالذمه هي عليك استني بقى ايه ده بقى زي ما هي كده صحيحه عشان بس اللي حابب الحاجه تبقى حرقه شويه يستخدمها اللي مش حابب خلاص. دي 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 دي, دي اسمها ايه؟ بصي للكاميرا كده قولي دي اسمها ايه كده زي ما قلتيها في اللقاء اللي انت حطيتيها. ها ففلة يا جدعان تحسوا ان في مزيكا ده في حاجه بقى ثانيه هم ما عندهمش حاجه اسمها ملوخيه. انت يعني الملوخيه بتاعتنا
ده حقيقي. مفيش حاجه بقى هناك اسمها ملوخيه. في باميه بقت ملوخيه. انا بس عايز اقول لك حاجه، ده حقيقي على فكره، وناس كتير بتتلخبط. يعني انتوا الزرعه بتاعت الملوخيه دي مش موجوده. اوكي هي موجوده في تونس بس مش موجوده عندنا. فاحنا الباميه اسمها عندنا ملوخيه، لما يقول لك حد هعمل لك ملوخيه او ملوخيه معناه هيعمل لك طاجن باميه. فعلا؟ شفت بقى؟ انتوا خدتوا الاسم كده وعملتوه كده سبحان الله من غير ما تستاذنوا حتى ولا اي حاجه. هو الاسم ده من غير ما تستاذنوا الملوخيه مش بتاع الملوخيه، هو ايه يعني كلمه ملوخيه؟ ملوخيه دي نبات موجود في كذا حته ومعروف شكله. ليه ده اسمه ملوخيه؟ ممكن التاني يبقى هو الاسم. انتوا خلاص قررتوا ان ده يبقى باميه؟ لا، الليمون والبرتقان. احنا يعني كوبايه ليمون معناها كوبايه برتقان. لو رحت المغرب قلت له انا عايز ليمون هيجيب لك برتقان. هيجيب والله. ليمون عندنا هو البرتقان. طب اوكي، بس انتوا عارفين تخيل انت لو دخلت واحد مصري دخل مطعم، انا مش قادر اعديها دي يا دعاء. والله عالميا اسمه ليمون، ليموناتا، ليمون معروف. مش محتاج ده. لا، ولو دخلت مطعم هتتخانق مع هياخد منك الطلب لانه جايب لك ملوخيه وجايب لك باميه. يا كابتن وحضرتك انت فاهم غلط. ده زيت زيتون. زيت الزيتون طبعا صحي جدا. احنا عندنا كل الطبيخ بزيت الزيتون فعلا. هنحط اخر حاجه الميه. حطها قد ايه؟ ولا حسب ما تتملي؟ مش تتغطى كلها بس يعني تقريبا. بصي دعاء بتحقق احلامها في الطبخ. والله كنت لسه هقول لها واحده مبتدئه زي لازم تقولي لها المعايير كمان. لازم. بس كده بس لحد ما تغطي. ونحط دول اخر حاجه. دول للتزيين بقى؟ لا، هو التزيين كمان لازم. والطعم. اوكي. المفروض شكلها شاي قوي. طب يلا الاكله الثانيه ايه؟ خلاص دي كده نسيبها تستوي. بالظبط. ونبتدي نحط زيت. نحط زيت عادي. زيت نباتي. ثواني، احنا كده رحنا للاكله الثانيه. ايه ده، خلصت الاولانيه؟ لا، ما هتستوي بقى. هتستوي بس كده خلاص. بالظبط. طيب تمام. زيت. هنا زيت زيتون بقى. هنا زيت زيتون، ممكن زبده. مفيش مشكله لا مش زيت زيتون، زيت عادي. لا، زيت نباتي عادي. زيت الزيتون ما ينفعش تقلي فيه اساسا، تحط فوق الوش كده. بالظبط. هنحط الجمبري كله. يعني لغايه ما حاجه ما تقدر تشيل يعني حبه صغيرين بس. الله، كل مره هتفرطش علينا. ماشي، كله خلاص كله. بص بتعمل في اتجاهي انا دايما، تحس ان في لا في حاجه تعمد. في تعمد. صح، في تعمد كده. تعمله بعدين. بنحط ايه دي بقى؟ طماطم. لا، اسمها ايه؟ برتيشه. لا، برتيشه. لا، اسمح يا جماعه، بالعكس دي اسمها. اسمها ايه؟ مطيشه. طب حط المطيشه. انا قلت ايه؟ دعاء ما تتكلميش مغربي يا دعاء، بص ايدك. برتيشه ايه بس يا جدعان؟ اللي اسمه مخلي يرد. ما ينفعش يا جماعه. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. وده ايه؟ ده اللي طب نقول بقيه نقول الحاجات كلها مش احنا نسينا قعدنا نهزر والجمهور هيزعل مننا. دلوقتي بعد الجمبري هتحطي طماطم. هنحط ليمون الاول. ليمون. اوكي، وهو كده لسه ما استواش. ده بس عشان الزفار بتاع السمك. الليمون كويس. حلو الوصفه دي قوي. شويه. ده عصير ليمون. عصير عادي. تمام. بقدونس. هو انا اللي بحط بره على فكره. لو سمحتي اسمه بقدونس بالقاف. ماشي، بقدونس. لا، احنا ما بنقولش كده اساسا. احنا بقى بنقول بقدونس. هو كزبره تاني برضو؟ كزبره. كلها ولا؟ لا 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 لا، كتير. زودت. انا ما بستنيش. مش مشكله، يعني هنحط. انا اعمل جرايم. دي كتير. طب اجيب لك ايه؟ شيل لك شويه. ارجعي في كلامك. تمام. خلاص. شفتي ده الاخر يا جيهان، ان انت اعتمدتي عليها تعمل. لا بس هي ولا مره هي يعني انا جايبه لها كمية كبيرة فهي طبيعي. طب ده ايه بقى؟ ده توم. ده توم. اوكي، توم حلو كمان. التوم بيشيل كل ال حلو. هو اصلا يعني زي مضاد حيوي طبيعي. بالظبط. فحلو في كل حاجة. حلو، هنستخدمه في الوصفات الطبيعية ونستخدمه. شفت بقى؟ متهيألي. عشان كده هنحط طماطم. هنحط طماطم. اوكي، طماطم. اتفضلي. بجد والله ريحة الأكل يا جماعة حقيقي. لا، انا ابتديت اشم. شفت بقى؟ يعني هتحطي ايه بعد الطماطم؟ هو في ناس بتحب الفلفل الحراق كده. انا بحب الحاجات السبايسي جدا، فحطي زي ما انت. هي عارفه ان انا هدوق فبتقول لك حطي. حطي السبايسي من هنا لبكره. شويه عشان ايه؟ مش هاكل من دي. اللي مش لا ده شويه صغير. لا لا، حطي والله ما تخافيش. حطي شويه صغير. لا 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 لا، هيبقى صعب. اوه ماي جاد. ماشي. على فكره دي بقى مش حراقه قوي، فحطي براحتك بقى. بصي مستطه ده. مش عارفه ايه. مستطه ده شادي. ها، وفلفل. ايوه
شويه صغيرين مش كتير. شويه صغيرين ده كل ده صغيرين؟ ده صغيرين عشان الكميه كبيره. بس هي اكله ما تتخنش خالص. لا بجد ما فيهاش حاجه. يعني بس الناس اللي عندها كوليسترول بلاش عشان الجمبري. حط لكن شويه هي كركم. اكله عامه ما تتخنش. كركم ده كمان مفيد جدا. انا ملاحظه ان انتوا اكلكم دايما فيه كركم. كركم احنا بنحط الاكل كله فيه زعفران بدل الكركم. بس أوكي. الزعفران لما ده انا زعفران يعني هنا غالي. انا اسمع انه غالي جدا. ممكن على فكره بنحطه في كل الاكل. طبعا اوكي. بس عندكم اكيد مش غالي. مفيد. لا هو غالي برضو بس أوكي. احنا بنزرعه. هو احنا عندنا مزارع زعفران. يعني هو الزعفران بيجي من المغرب او من ايران. من ايران او المغرب. بس برضو كده عندنا غالي. برضو غالي او اغلى حاجه. هو زرع غالي يعني. اغلى زراعه في العالم. اسمع انه بالجرام تقريبا. هو اغلى من الذهب لانه وزنه مفيش وزن. ده حقيقي. هو بص يعني اي حاجه على الحلويات في ناس بتحطه على الحلويات بيبقى برده حلو قوي عشان هو يعني بيدي لون. برده طعم. ده حقيقي يعني. بس هو استخدمته اكتر. طب احنا ممكن نغير كده هنا ده عشان يبقى على الهادي. ده والثانيه بقى اعلى. ملح مش هتحط كتير. انت جايباها قدام عشان تغزيني. عشان اوريدي السمك بيبقى عشان تطش في وشك. يعني ايه شويه صغيرين ملح مش كتير. ايوه الملح اسمه ملح عندكم برضو؟ ملح. ايوه ملح. الطبخ المغربي بياخد وقت طويل. لا وكمان الموائد او السفره المغربيه طبعا. لما بتبقى مثلا معزومه عند حد مغربي بيعملوا اصناف كتير قوي. أيوة. على يعني بيقدموا حاجات كتير. غير مثلا في مثلا بلدان لا بيبقى حاجه اتنين تلاتة. انتوا لا في هيصه في الموضوع. انا هجيب الاطباق بقى عشان دي انا هدوقها. بس ممكن بقى تطفوا البتاع عشان انا خايف. لا لا ما تقلقش خالص. وايه وجبت لك طبق معانا. بصي انا هاخد كومبو لارج مع لو سمحتي. بص وجبت لك طبق معانا. طبق معانا؟ طب اديني لو سمحتي يا جيهان فرشته وموس. فرشته على طول. فرشته وموس يعني شوكه وسكينه بس بالمغربي. ايوه انا طلعت فرشته وموس. بس استنى لما احط لك الاكل. فرشته. انا هخلط دي لغايه ما تخلصوا في السريع. اوكي. على فكره انا هقول لك رايي بإيه؟ ما تقولي لي اني واحده تنفع في الثلاثه. زي بعض. زي بعض. على فكره هقول لك على حاجه. انا هدي جيهان رايي في طعم الاكل وهديكي رايي انت في سوى الاكل. والله لان انت اللي كنت ماسكه الموضوع بصراحه فانا نوفيكي حقك بقى لازم نديكي بقى. انا كده ولا ايه؟ ممكن كده وكده عشان انا خايفه. ممكن نقدم كده. يا سلام سلام يا سلام يا سلام. الله. ايوان ده هي اللي هتدوق. انا اللي هدوق. انا كل مره باكلك انت الاول. بسم الله. مع انه سخن شويه انا اللي هدوق الاول. دوقي لازم سخن. كليها بقى زي ما هي بسخونتها. ممكن تحطي له حبه علشان ما يبوظ ليش. انتوا قاعدين بقى ايه بقى يعني. ماشي. عمال يقول لي دوقي 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 كده. هتلسع. يا سلام بنفسك يا فندم. متشكرين جدا. جميل. لا 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 الموضوع كبير بجد. طب فين الفرشته والبتاع بتاعتي؟ خد فرشته. فرشته وموس. ما انت مش عاوز محتاج الموس يعني سكينه. سكينه. بصي لا بجد انا عاوزه اقول لكم والله طعمها تحفه مش اي كلام. ده كلام جامد جدا بجد. ده كلامها هي بقى. معلش بقى كلام الرجاله حاجه ثانيه خالص. لا لا الموضوع هنا يفرق يعني. يا سلام. هيقول جميل برضه. ايه قلت ايه الاضافه؟ لا لحظه واحده يا دعاء معلش. ولا ايه الاضافه؟ معلش انا بس كل مره بيضيع لنا وقت الحلقه يقعد. لا معلش هو عشان الموضوع يعني بسم الله ما شاء الله كل الف تحفه قوي فمش عارف اقول كل لا ايه ده حلو قوي. اختلاف الثقافه بيخلي المواضيع تبقى. بس انا مثلا عارفه انه المصريين ما يحبوش الحاجه اللي هي مثلا حادق ومسكر في نفس الوقت. انا عارفه ده مثلا حادق وسبايسي. لا اما لا يا كده يا كده. بس طعمها خطير بجد فعلا. لا بجد طعمها جديد. بس نيتي انا الطبق بتاعي هي مالتهولي. قلت لك انت حبه صغيرين مش مشكله. عمل بالنيات على فكره. على فكره يعني الصغير اتاكد من ان الموضوع فعلا. لا 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 احكمي بقى. انا مش بنجامل والله. لا يعني انت دلوقتي احكمي على دعاء في السوا بقى. ما على فكره ده انا ودعاء مش انا لوحدي يعني. لا والله لازم تقول لنا كل اللي عملته ان انا قلبت. حلو مظبوطه. شوف بقى هي استوت ولا لا. استوت دي بقى استوت وبقت جامده. اسمها ايه الاكله دي معلش؟ هي المفروض تتعمل بفرخه كامله. أيوة. اوكي وبطاطس متقطعه كبير. بس احنا عملنا كده عشان تستوي بسرعه. فهي اسمها بالمغربي دجاج بالبطاطس زيتون.
جيش جيش بالبطاطا والزيتون. لا ده مش مغربي بقى، ده حاجه ثانيه. يعني فراخ فراخ بالبطاطس بالزيتون. يا سلام، ايوه كده هو كده. والله عليك. طبعا خلاص دلوقتي بقيت بقى خلاص بقى مغربي. ايوه خلاص انا خدنا النهارده كورس يعني. ايوه اغرب مكثف. ايوه اغرب. ايه الاخيره بقى دي؟ ودي زي حاجه بتتاكل بارده زي سلطه يعني. ابيتايزر. ممكن انا افتكرتها بديل الرز فعلا. والله لما هي قالت لي ما هتتاكل مع الاكله قلت بقى لا دي بتتاكل في الاول بارده. دي شعريه صينيه، هي معموله يعني شعريه الرز بس بتتاكل بارده مع مايونيز وبيتحط لها ممكن شويه خل للي بيحب وزيت وبهارات بس ومشروم. الله ايوه اللي هو اسمه. بس هي ممكن تشبع لوحدها. شامبينيون. شامبينيون. اتفضل. الله ده كتير قوي يا فندم. لا ده انا النهارده متروق بقى يعني. يعني ايه ده بقى؟ والله مش خساره فيك. ثواني وكمان هنا. وهنا كمان ماشي. بصوا يا جماعه الرجاله برده بتاكلوا وهي قاعده كده ويجي يغرفوا لكم. ما انتوا دايما قاعدين دايما قاعدين قاعدين. الرجاله دايما قاعده. مش ميرسي جدا يا جان والله. ده احنا فقرتنا خلصت فانا عاوزاكي تختمي الفقره وتقدمي النصايح بالمغربي بقى. يلا اوبس خلي بالك. لا حلوه الفراخ. حلو. احنا هناكل بقى بعد. ريلي ريلي. انتوا هتستخدموا دي في الوصفه ولا لا؟ لا لا خلاص احنا تمام. في حاجات تانية خطيره خطيره. يلا قدمي لنا بقى الفقره اللي جايه. الفقره اللي جايه هنعمل فيها وصفات طبيعيه للشعر والبشره. فنوري بعد شويه ابقوا معنا. فاصل فنواصل. اتفضل كل. بتاع سخن قوي بس تحفه قوي. ميرسي. وقت النصايح يا بنات. وكمان هنتكلم عن الموضة والكفتان المغربي. وانا بشكرها جدا ان هي جابت لي كفتان جميل جدا. حبيبي لايق عليك. ولاي انتي لقمر وحلو قوي كمان في الكفتان اللي انتي لابساه. خلينا نبتدي الاول بقى بالوصفات بقى احنا هنتكلم عن الموضة وموضة الكفتان والحاجات دي. اوكي. انتي من الناس اللي اول ما ظهرتي الناس شافوا ما شاء الله ما شاء الله الشعر الاسود الناعم اللي بيلمع. وكمان معروفين قوي المغاربة بالزيوت للشعر والحمام المغربي والصابون المغربي والبشره البيضاء الجميله كده. مش عاوز احسدها ما شاء الله. بس عاوزين بقى شويه يعني وصفات كده من المغرب. ماشي. كمان الست المصريه معروفه برضو بجمالها وباعتنائها بنفسها كمان. فالاثنين يعني. ايوه الاثنين بقى. النهارده نشوف حاجه مختلفه. أوكي. انا دي الوصفات اللي انا كنت بعملها زمان. لان الواقع النهارده بقى صعب عليا اعمل الوصفات دي على طول. انا في الاول لما كنت في الجامعه ولسه بدرس وكده كان في وقت فكنت بعمل الوصفات دي كل يوم جمعه بقى. كنت بعمل وصفات كتير مش زي دلوقتي بصراحه. ففي وصفه كنت بعملها على طول كانت حلوه كانت بتخلي الوش زي البيبي. كنت بعمل جوماج او اكسفوليو بالخميره مع ميه الورد. اوكي. ده اللي بشرته حساسه او عاديه. اللي بشرته دهنيه يستبدل ميه الورد بالليمون. اوكي عشان تشيل الدهون يعني. حط نقطه شويه ميه ورد يعني على الخميره. ومفروض كمان لو لقيتوا الخميره اللي هي زي العجين تبقى احسن لانها بتنشف بسرعه. بنحط بنخلطها كويس. دي بقى دلوقتي في السوبر ماركت الحاجات الجديده دي كمان. تمام يعني. بناخد جزء نخلطها كويس 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 جدا وبعدين ناخد جزء نحطها على البشره. اوكي. خليها تنشف خالص. واول ما تنشف الاول نفركها. نفركها. اوكي. عشان تشيل طبقه الجلد الميت. اوكي. عشان كمان بتفتح بتبيض. طبعا بتشيل بتشيل لما تشيلي طبقه الجلد الميت اللي هو بيبقى مسمر ومع الشمس ومع حاجات كتير. ده حقيقي. وبتستعدي للماسك الاساسي.
انت عارفه احنا دايما في مصر بنعمل خميره بس بميه عاديه او مع الزبادي، فانا عجبتني فكره ميه الورد والليمون. دي بالنسبه لي انا اول مره أسمع يعني اعرفها. اللي بشرته كويسه عاديه مش حساسه يستخدم ميه الورد. اوكي. لا سوري، يستخدم الليمون. اللي عنده بشره حساسه او كده يستخدم ميه الورد. طيب دي اول، ده اول ماسك للبقع وتفتيح لون البشره، صح؟ ده اول حاجه بنعملها. هو بيقعد تقريبا 10 دقائق على الوش، وبعدين بحركه دائريه بنشيل القماش ده او الماسك ده، بنشيله من على الوش عشان يشيل الطبقه الميت. بعد كده بنعمل اللي هو حمام البخار. اللي قادر يعمل حمام بخار، حمام بخار كده طاسه ممكن نحط فيها ميه مغليه ونحط راسنا، نحط فوطه عشان نقول لهم يا جماعه الناس اللي عندها حواض الجديده دي بتتقفل، تفتحوا الحنفيه بتاعه الميه السخنه واعملوا ده قدام المرايه، لانه يعني دلوقتي الحمامات كلها الاحواض بتاعتها بتتقفل بقى في امكانيه بالظبط. الحله والحاجات دي عشان الفكره لا تتدلق ولا تعمل حاجه. طيب وسيفتي قوي، فكره حلوه الصراحه. وبعد كده اول ما المسام تتفتح كويس جدا نحط الخلطه دي. اوكي انا نعملها زبادي بنحط الزبادي معلقتين زبادي. انا هعمل وصفه هو لو معلقه معلقه او معلقتين معلقتين حسب عايزه تعملي كميه كبيره ولا صغيره، حسب لو عاوزين نعمل مثلا الرقبه بمنطقه الثدي دي من فوق كده. هو يستحسن تعملي كمان للرقبه دايما بنساها، ومعلقه عسل وبتعجز بسرعه. صح، ودي صعب تتعمل لها حاجات. ده حقيقي مش اي وش. لا ممكن نحقن هنا 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 هنا. الرقبه بتبقى صعبه برضه. هتحطي ليمون وعسل وزبادي. ليمون معلقه برضه. اللي بشرته حساسه يعمل كل ده وما يحطش الليمون. اوكي لان هو بيهيج البشره. اللي بشرته حساسه ما يحطش، او حساسه او جافه ما يحطش الليمون. أوكي. اللي بشرته دهنيه او بشرته عاديه يحط ليمون، مهم جدا. اوكي. خيار عصير خيار. عصير خيار تعملي عصير خيار ازاي؟ ميه ولا بتخلطيه هو في الخلاط؟ بتضربيه في الخلاط. ده ماسك غني قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم قد ايه. يعني عسل ورده وزبادي وخيار، في قنبله بجد. كميه فيتامينز مش ممكن. انتي بتعمليه ليه بقى؟ علشان يعمل سكراب للبشره برضو؟ هو ده في ترطيب، لان الزبادي والعسل في ترطيب، والخيار والليمون في تفتيح، وكمان الزبادي فيه نسبه تفتيح شويه. هو مش بيفتح بس، هو بيشيل كل الخلايا الميته، فانت بتحسي ان انت ريفريش كده. اساسا الزبادي لوحدها مع العسل لما بتحطيها بتحسي ان بشرتك زي البيبي. فلا لو حطيت عليها الرده بتساعدك ان الحاجات دي تدخل جوه البشره بشكل كويس. تعمل زي بيلينج كده اللي هو التقشير الخفيف. بتقشري تقليقه خفيفه. اوريدي قشرنا شويه بالخميره، فبترجعي تاني عشان الحاجات تدخل جوه المسام المفتوحه. الرده بتساعد على ده بشكل كويس. بنخلط ده بشكل كويس لغايه ما يبقى كده زي العجين. اوكي حلو قوي. ده هنا الخليط ده اللي فيه رده وزبادي رده وزبادي وعسل وخيار وليمون، بيفتح ومرطب. الزبادي والعسل مرطب كويس جدا للبشره، وحاجات طبيعيه. كميه فيتامينز مش ممكن. طبعا. مش طبعا. ممكن طبعا. ده حقيقي. بس البشره مش هتستفيد من حاجه زي كده لو ما كانش المسام مفتوح. ده حقيقي. انا باكد اننا في الاول اما نبقى نظيفه نظيفه طبعا، مفيش ميك اب مغسول كويس ونظيفه وعليها ميه ورد يستحسن في الاول، والبسام مفتوحه بالحمام البخار اللي قلنا عليه. لو مستعجلين ممكن تغسلي وشك بميه مش سخنه بس تكون دافيه على قد ما تقدري. ده بيفتح برده المسام. بعد ما نعمل الماسك ده نحطه تلت ساعه على وشنا ونشطفه بميه عاديه، ونحط بعد كده ميه ساقعه على وشنا تقفل المسام. اوكي او ثلج. او ثلج او التونر ده الجديد اللي بيتباع في السوبر ماركت، بس عشان الحاجات الرخيصه بتبقى احسن. طبعا ميه الورد والثلج. ميه الورد اهم انا بالنسبه لي من اي تونر. شايفه دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيحطوا ميه الورد في العلبه بتاعه الثلج في الثلاجه، يحطوها في الفريزر، وبعد كده ياخدوا مكعب ميه ورد يبقى متلج، وبتقفل المسام بتبقى فظيعه. ممتازه جدا. لانه لازم نقفل المسام بعد كده، لانه لو سيبناها مفتوحه اي ميك اب اي حاجه تانية اي تلوث بيبقى سهل يدخل البشره.
اللي ايه بقى جه زيت الارجان زيت الارجان ده حقيقي ده مش موجود في اي حته في العالم غير في المغرب بس هو ميزته هو دلوقتي داخل في كل الكريمات العالميه اللي نعرفها الماركات المعروفه جدا ميزته ان هو مهم جدا للتجاعيد هو بيحطوه للوش والشعر وكل حاجه بس انا شايف انه اهم حاجه هو مش يعني بيأخر ظهور التجاعيد يعني ما تخافيش طبعا لازم نتفادى العين بس اي حته الحته دي والحته دي لازم نقطه منه اللي بشرته مش دهنيه نحط في الحته اللي هي احتمال يظهر فيها تجاعيد حتى لو التجاعيد اللي هي بتاعه طب بيتحط مثلا بالليل لوحده كده نقطه نقطه منه بالليل زي السيروم مثلا بالظبط ما تكتريش نقطه منه هو مش دهني قوي البشره بتمتصه بسرعه ف كنت عامله حلقه انا على زيت الارجان وقلت انه دلوقتي مثلا لما بتجيبي فعلا اي مستحضر غالي قوي ويكون مثلا من امريكا من يوروب تلاقي مكتوب انه زيت الارجان قلت له الحلاوه مش طيب ياخد الحاجه مننا برخص التراب يبقوا حالنا دولارات ده حقيقي ده حقيقي ده فعلا هم اذكى كتير انا ما كناش عارفين انتوا سنين كنا بناكله هو بيتاكل بيتحط في الاكل في الاكل وبناكله كده لوحده مع العيش او كده او مع حاجه زي فطير مشلتت مغربي بناكله بس ما كناش وبنستخدمه بس ما كناش فاهمين قوي قد ايه هو مهم يمكن هو الحاجه الوحيده اللي قالوا ان الستريتش ماركس مع الحمل والولاده لما بيظهر اول خساسان والتخن هو الحاجه الوحيده اللي بتعالج فعلا هو والست وهي اداه للست وهي حامل كل يوم بتبتدي اول ما بطنها بتبتدي تكبر تحط منه كل يوم هو يعني حاجه صحيه جدا مش حاجه يعني صعبه او فيها مواد كيميكلز وكده لا حاجه صحيه طب للشعر بقى بتستخدموا الشعر بتستخدموا حاجه ثانيه للشعر ماسكات للشعر طبعا دايما بيعملوا ماسكات للشعر بزيت الارجان بس انا بالنسبه لي شخصيا كجيهان يعني عندك وصفاتك الخاصة لا ده يعني أحسن حاجة للتجاعيد الخفيفة اللي هي بتاعت التعابير الوش طب أنتي بتعملي إيه شعرك؟ إحنا هنشيل الوصفة دي وهنجيب دلوقتي وصفة الشعر يلا بينا تاني وصفة للشعر إيه بقى وصفة الشعر؟ وصفة الشعر في عندي وصفتين وصفة للجذور وصفة لأطراف الشعر بالنسبه لي احسن حاجه لاطراف الشعر الموز موز مع زبده او زيت الـ الكوكو اللي هو زيت الكوكو جوز الهند زيت تخلطيهم مع بعض وتحطي الماسك بتاع هو موزه مع معلقتين زيت او زبده انا بحب زبده جوز الهند دي جدا وهي اول ما تسيح هتبقى زيت كمان يعني ده حقيقي لا وحتى مع اصلا مع التقليب يعني جزء من الموزه او موزه كامله حسب كثافه شعرك مهم جدا للاطراف وبالنسبه لتقويه الشعر وكده احسن حاجه لتقويه الشعر معروفه جدا بس هي صعبه شويه هو زيت الثوم زيت الثوم مهم جدا معروف بس هو مين هيستحمله يعني انا بالنسبه لي الناس اللي بيواظبوا عليه انه عندهم تساقط شعر كتير ساعد جدا في تطويل الشعر وفي في التغذيه ممكن تخفف منه تخلطه مع زيت الافوكادو وزيت السمسم اوكي بيخفف من الريحه شويه وكمان بيدي تغذيه متنوعه للشعر وبيساعد في التنعيم زيت الافوكادو وزيت السمسم طب حلو قوي طيب ده للشعر خلينا بقى لللبس انت من الناس اللي دايما بتنزلي صور على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا بتاعتك بتهتمي قوي بتفاصيل اللبس والناس بتقعد تتابع انت هتلبسي ايه ما بتخافيش من الانتقاد يعني ان انت تلبسي فستان قصير شويه يعني الناس هتقول لك هتكتب تعليق مثلا ولا انت بالنسبه لك انا مش معتبره نفسي فاشينيستا او بطلع موضه انا بلبس الحاجه اللي برتاح لها وبحب لونها وحتى مش بتتابع الموضه قوي يعني بتتابع الحاجه اللي بتليق عليا بالنسبه انا ما بلبسش حاجات اوفر بلبس حاجه اللي انا متعوده عليها وعارفاها وشايفه انها مناسبه لثقافتي ولدماغي ولتفكيري والبيئه اللي انا عايشه فيها مش بلاكس بلبس حاجه شبه الناس طب بتهمك بقى ان الحاجات تبقى ماركات ولا اهم حاجه تبقى لايقه عليكي طبعا اهم حاجه تبقى لايقه عليا مش مهم خالص الماركه بس طبعا في حاجات بتطلع يعني بتصادف انها تبقى ماركه وفي نفس الوقت بتبقى لايقه عليكي بس انا ما بيهمنيش قوي موضوع
اهم حاجه البسها واحس انه طلعت عليا احلى، ده اهم حاجه طبعا. طب ايه بتحبي اكتر حاجه تصرفي عليها فلوسك في الشوبينج بقى لما بتنزلي؟ والحاجه غاليه جدا دلوقتي. لا انا مش من الستات اللي هم مهووسين مثلا بالشنط بالجزم بالاكسسوارز، ما عنديش ده. بحب اللبس طبعا زي اي بنت، بحب الشوبينج جدا، بس ما عنديش حاجه مثلا انا مهووسه بيها. مثلا عايزه ابقى عندي يعني مكان كله شنط وجزم، في ناس كده، بس انا مش قوي من النوع ده. بس طبعا بحب اللبس جدا. بتحبي ايه؟ طب بتحبي كمان الدايموند وال طبيعي 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 اكيد زي اي ست. لا في ناس ما بتحب يعني ما يهمهاش، ممكن يبقى عندي بيتي وعربيتي بس الحاجات دي ما بدفعش فيها فلوس كتير. لا مش كتير قوي يعني انا مش مهووسه قوي بالاكسسوارز وبالبيجو اللي هم مش عارفه ايه. لا مش مهووسه بالموضوع ده يعني، انا عادي يعني طبعا بحب حاجات، بس حاجات الرقيقه. بسام لو تيجي هديه يا ريت. جميل. بس لا ما بحبش الحاجات الكبيره والضخمه، بحب الحاجات الرقيقه حتى لو كان جماع او غيره. حاجات كل ما كانت رقيقه بحس انها بتبرز جمال الست، انه مش انت مش بتبرزي اللي شوفوا انا لابسه حاجه. لا كل حاجه اللي بتضوي وشك وبتنوره بتحلي رقبتك، مش اللي هي لا بصوا الكوليه قد ايه هو كبير وشايلاه كده ومحمله. لا ما بحبش كده، هو ذوق اكتر من حاجه ثانيه. طب قولي لي لبسك اللي بتلبسيه في المسلسلات ترجعي تلبسيه تاني في حياتك العاديه، او ممكن تبتدي مثلا لو دور محتاجه مثلا حاجه معينه ممكن اخدها من المسلسل اللي فات والناس مش تاخد بالها وكده؟ احنا اللبس بتاع المسلسلات احنا اللي بنجيبه فكتير. انا بالنسبه لي دلوقتي بقى لي سنتين بس بشتغل في كميه، انا اصلا البيت بقى كله عباره لبس. انا بقولهم يا جماعه انا هعيط، اللبس ده وديه فين؟ كتير كتير. احيانا بيصادف انه حاجه تتحرق كده في مشهد صغير مش باين اصلا وبيتمنتج وانت جايبه طقم كله من اوله. بيحصل بلبس حاجه لو عجبتني قوي حتى لو جبتها للشغل ممكن البسها عادي، ما عنديش العقد دي. لا شفت بيها مره واحده يبقى لا خلاص بيها خلاص. لا بس غالبا الشخصيه بتبقى مختلفه عن شخصيتك، يعني واحد بتلبس فورمال انت بتلبسي سبور، مش هتبقى كل الحاجات، بس ممكن تصادف حاجه او اتنين حبيتي ممكن اكرر عادي. انا بجد كنت مبسوطه معاكي النهارده والحلقه كانت تحفه والوقت عدى يعني بسرعه قوي وما كنتش عاوزه الحلقه تخلص ابدا. وانا كمان انبسطت جدا جدا وفقرات كانوا لذيذ جدا، انا مبسوطه اني كنت معاكي النهارده. انا بشكرك على كل النصايح دي وعلى روحك الحلوه، واتمنى ان انت تكوني معانا في حلقه ثانيه ان شاء الله. انبسطت جدا. حلقتنا خلصت لكن احلامنا ما خلصتش. احلموا واتمنوا، وبجد كل حلقه بتكون معانا فيها فنانه او فنان احنا بنحب نعرض حياتهم علشان نشوف قصص تفيدنا ونقدر ان احنا نغير في حياتنا. فخليكي دايما كمان تعيشي حياه مؤثره ويبقى عندك قصه تحكيها للناس اللي حواليكي. اشوفكم الحلقه اللي جايه وهتوحشوني، وباي باي.